والله لا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك ونحن معكما مقاتلون. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينتظر الكلام على الأنصار وهم الكثرة الكاثرة، وهم ما بايعوه إلا على النصرة في المدينة، وهو يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ، وفي رواية سعد بن عبادة، فرضي الله عن الجميع وأدخل الله عليهم السرور وجعلهم مرافقين لنبيه الأمين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، على نصرتهم للدين وإدخال السرور على النبي الأمين. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا. قال: اللهم نعم، هذا الذي أريده. قال: اللهم نعم. فقال: يا رسول الله، بكلام معناه قريب من ذلك: كنا أضل قوم وهدانا الله بك. ثم قال: صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وقاتل من شئت، ودع من شئت، لو خضت بنا البحار لخضناه معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا يتذكر بأن الله معه، وإن كان الله معه فهو ناصره مؤيده موفقه، وإن الله له في عباده حكم وشؤون. فقام النبي يستجلب معية الرب الأمين، الرب الكريم سبحانه جل في علاه. قام النبي الأمين يستجلب معية الرب الكريم، فقام يبتهل ينظر بالعينين، عين القدر، بيقين في الله، لأنه وعده، والله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. فهو بعين القدر بيقين في الله جل في علاه، وبعين الشرع إن الله أناط، يعني ربط، ربط المسببات بالأسباب، والنتائج مرهونة بالأسباب. لا يمكن لنتيجة أن تكون هكذا دون سبب، لا، ليست من السنن الكونية. فعلم وأنه إن وعده فإنه لابد أن يجعل الأسباب للوصول إلى النتائج، وعلم أن من أعظم الأسباب لاستجلاب معية الله، لاستجلاب معية الله جل في علاه، ولينتصر نصرا مؤذرا، أن يرفع اليد مبتهلا لله متضرعا. فقام يرفع يديه: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، وهو يعلم أنه سينجزه، اللهم أنجز لي ما وعدت، لكنه يأخذ بالسبب، وهذا من أعظم الأسباب، الأسباب الشرعية بالإيمان والدعاء، والأسباب المادية بالقوة قدر الاستطاعة، لأن أهل الإيمان لا يقاتلون أهل الكفران بالعدة والعتاد، لا.